وسلم مات الأذى عن الطريق صدق. هيا لنحمل هذا الحجر معنا. تنظري يا رأف إلى هذا المنظر البديع. معك حق يا ساجد، سبحان الله. لقد تعلمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. بارك الله فيك يا رب. شكرا لك يا ساجد.